بعد العودة من الفاصل أعزائي المشاهدين، الفقرة التانية هنتكلم عن الصداقة الحقيقية. على طول بنحتاج لشخص جنبنا نحكي له همومنا، نشكي له، يبقى صدر حنين لينا، بس يكون صديق وفي نأتمنه على أسرارنا، نتكلم معاه، يدينا باور، يدينا قوة، يدينا دافع. الصداقة الحقيقية، هنشوف ايه هي الصداقة الحقيقية وهل احنا افتقدناها في الزمن ده. معايا ضيفتي الجميلة، صديقتي الجميلة نورة ضياء. أهلا بيكي يا حبيبتي حبيبتي، حبيبتي يا داليا، ازيك، أخبارك ربنا ايه؟ يخليكي. حبيبتي ربنا يخليكي، انا مبسوطه ان انا معاكي في الحلقه ديت. بصراحه يعني مش متخيله قمه سعادتي ان انا واقفه قدام مذيعه انا ربنا بحبها يخليكي يا نورة، وفي ده من نفس ذوقك الوقت والله، صاحبتي ده من واختي، ذوقك، ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا فمش متخيله يخليكي. قمه سعادتي. بقى اني ما يعني ما فيش مشاريب ولا حاجه انت عزماني اما انا عليها، بس جلدة شوية، يلا بقى معلش مش انا جلدة. مشكله. عايزين بقى قوليلي الصديق الحقيقي، وكمان احنا عندنا الصديقة الثالثة بتاعتنا، البيست فريند بتاعتنا، ربنا ألف سلامة يشفيها يا عليها، رب، ربنا تعبانة يشفيها يا شوية رب نورة وان شاء الله ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة وترجع يا لنا، رب. وتيجي بقى الصديقة الثالثة معايا هنا في دعواتكم ليها البرنامج. كلكم، يعني يا ربنا رب ان يشفيها شاء يا رب الله ويقومها بالسلامة. يا رب. قولي بقى الصديق الحقيقي. نورة دي، نورة صاحبتي، نورة صاحبتي اهي عندكم في الشاشة اهي، كانت بتديني باور فظيع جدا، بتديني باور، بتديني حبيبتي باور جميل. يعني هي على طول هي بتلاحظ الحلقة عندي، هي بتقولي انتي لبسك النهارده حلو، انتي كنت بتتكلمي حلو، بتديني باور فظيع. فانا بصراحة من انت على الأصدقاء طول اللي أنا جميلة بحبهم ومتألقة جدا جدا، حبيبتي. ربنا يا رب يشفيها إن شاء الله يا بإذن رب الله. يا رب يا حبيبتي يا قولي رب لي بقى ايه يا هو رب. الصديق الحقيقي؟ بصي يا داليا، الصديق الحقيقي ده هو الانسان اللي يقف جنبك في وقت شدتك. في ناس كتير بتتخلط عليها الامور وتفتكر ان اي واحد بتكلمه او تقعد تحكي معاه في تفاصيل وحياة والكلام ده كله هو الصديق الحقيقي. الصديق الحقيقي بيبان لك امتى؟ بجد بيبان لك في وقت الشدة، وقت موقف تقعي فيه ومحتاجة حد جنبك. مش هتلاقي واحد كده يدخلك في وسط حياتك ويكلمك ويسندك ويوقفك على رجلك من أول وجديد. ده الصديق الحقيقي. الصديق الحقيقي هو اللي واقف في حياتك في جميع الظروف بتاعت حياتك، واقف في وسط ضغطك، واقف في وسط فرحك، واقف في وسط شدتك، في حزنك، في كل حاجة، في كل تفاصيل حياتك معاكي، ايده بايديكي، بيقدم لك دعم معنوي وبيقدم لك دعم نفسي وبيساعدك في كل حاجة. ووقت ما بيبقى عندك باور وطاقة زي ما انت كنت بتتكلمي في الجزء الاولاني في الحلقة بتاعتك، تحس ان طاقتك خلصت، لا هو هو اللي بيديكي بيشجعك، الباور وبيديكي الطاقة عشان تستمر حياتك. تحس ان انت بتكلمي نفسك. الصديق الحقيقي بالظبط، ان انت مرايتك. تكلم نفسك، مرايتك فعلا، يعني ما تقع او تحس. طبعا كلنا مش اقوياء قوي، احنا بنقول لا حول ولا قوه الا بالله، بس ممكن تضعف في لحظه، الشيطان موجود ويوسوس لك وتضعف، تلاقي حد بيديك دفعه، ربنا بيسخره لك. يعني الصديق الحقيقي ده كنز فعلا، ان هو بيسخره لك عشان يديك القوه ويديك الباور تاني وتكمل حياتك تاني، صح؟ بالظبط بالظبط. بس الصداقه دي انا عايزه اقول لك حاجه، الصداقه دي مش مقتصره يعني ما بين الايه الصديق وصديق والكلام ده كله، لا الصداقه دي برضو لازم تكون ما بين الاب والام والابناء. يعني لازم يكون في العيله في صداقه ما بين الاباء الآباء والابناء، والأبناء. ماشي؟ لانك انت كده اساسا لما انت بيكون في صداقه ما بينك وما بين ابنك مثلا، انت بتعرفي توجهيه للطريق السليم والطريق الصحيح وكده. الأطفال بقى كلهم بيعندوا على طول، ما هو عناد عناد بيعنده ليه يا داليا؟ لا يعني لا، هو كده، هو ليه بيعنده؟ عشان السيطرة اللي الام عشان في واب فيها. اسلوب امر ونهي. انت مش واخده ابنك على انه صديقك، بتقعدي تحكي معاه وتتكلمي معاه وتوضحي له الامور بهدوء، لكن اسلوب الامر والنهي بيولد العند اساسا. وخصوصا مش هكلمك حتى كمان في مرحله الاطفال، قولي مرحله الاطفال بتبقى محكومه شويه، ماشي؟ لكن لا، انا هكلمك في مرحله بقى المراهقه، لما انت بتدي امر ونهي مثلا لحد في سن المراهقه، ماشي؟ غصب عنه هيولد عنده طاقه عند. معانا مروة. الو، ايوه يا مروة، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ لو سمحت فكرة اتفضلي بس اتفضلي سؤالك. عايز بس اسال حضرتك ازاي اتغلب على الطاقه السلبيه، اتغلب على الطاقه السلبيه وازاي احافظ على الطاقه الايجابيه؟ هقول لك يا حبيبتي ازاي تتغلبي على الطاقه السلبيه. سيطري على الشوشره اللي في دماغك، اي فكره سلبيه في دماغك سيطري، تجاهليها، مش تهربي منها. لو هربتي من الفكره السلبيه هتزيد، تجاهليها اكنها مش موجوده، تقبليها، قولها تعالي يا حبيبتي وعادي اكنها مش موجوده. لازم تتقبلي الفكره السلبيه، على فكره ان الافكار السلبيه هتهاجمك، الشيطان موجود وهيحط لك افكار سلبيه تهاجمك. طول ما انت بتتقبلي الفكره مش ترفضيها، لو رفضتيها هتزيد وهتتعبي. لا، تتقبلي الفكره عادي، مفيش مشاكل، هتلاقي الفكره، هتلاقي الفكره اتحولت، ان انت تقبلتيها هتلاقي عادي، فتلاقيها مشيت، ما عادش في افكار سلبيه في دماغك.
وهتحول بعد كده لافكار ايجابيه، وبالتالي ما دام الفكره اتحولت فكره ايجابيه هيجيلك طاقه باور ايجابي وهتعيشي حياتك سعيده. الو، معانا منى. الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا منى؟ تمام تمام الحمد لله. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، اتفضلي. تمام الحمد لله. لو سمحت يا دكتور، وطي التلفزيون شويه يا حبيبتي. لو سمحت يا دكتور، انا كنت عايزه اسال سؤال. يعني انا كنت ربطت نفسي بحاجه وبعدين الحاجه اللي حسيت ان هي مش بتاعتي، فانا يعني متضايقه شويه. ازاي يعني اتخلص من الطاقه السلبيه دي؟ اما انت بقول لك، ما احنا قلنا الطاقه السلبيه مش هتخلصي منها لما تسيطري على الافكار اللي في دماغك، تجاهلي الافكار. بصي حبيبتي، اعملي تمرين الساعه. في تمرين اسمه تمرين الساعه، لا على الساعه اللي هي بتبقى لها عقارب يعني ثواني وكده، تبصي عليه وتركزي على العقرب بحيث ان مفيش فكره تدخل دماغك نهائي. انت مركزه دقيقه دقيقتين، مفيش اي فكره تدخل دماغك في الفتره دي، دقيقه اتنين. لو جبتي 5 دقايق انت كده بتطبقي قانون التركيز. تركزي في الآن دلوقتي، انسي الماضي، انسي المستقبل، تركزي في حالك دلوقتي، ما تفكريش في اي حاجه، لان طول ما انت عندك فكره سلبيه في دماغك هتدنك في طاقه سلبيه وهتدنك قرفانه مش طايقه نفسك. اي موقف يحصل لك سلبي هتكوني قرفانه برضو مش طايقه نفسك. فركزي في الآن وتجاهلي اي فكره سلبيه، ده الحل الوحيد. نكمل بقى يا نورة، كملي عن الصداقة عشان الصداقة كده هتروح. هتكلم معاكي، بقولك عن الصداقة ما بين الآباء وما بين أبنائهم، دي حاجة مهمة جدا. لازم إن احنا نشيل الحواجز اللي ما بيننا وما بين ولادنا عشان يحطوا ثقتهم فينا، ويبقاش في رهبة وما يبقاش في خوف، ويعرفوا ياخدوا آرائنا، وبالتالي احنا نعرف نوجههم للطريق الصحيح. لكن احنا لو عملنا الموضوع برهبة ما بيننا وما بينهم، ولغينا الصداقة ديت وخلينا الموضوع أسلوب أمر ونهي، هيولد عند وهيتوجهوا للطريق الغلط. وممكن ياخدوا الكلام وياخدوا الامور وياخدوا الاراء من مصادر غير موثوقه بيها. اصدقاء السوق بقى طبعا، اوكي ماشي. السوشيال ميديا بقى والدنيا هايصه، اكيد الدنيا. مثلا سي مثلا في مرحله المراهقه بيبقى الولد او البنت عندهم تطلعات كتير، فبلاش عيب، بلاش غلط، بلاش الكلام ده كله. لا، لما ابنك يجي يحكي لك عن حاجه او بنتك تيجي تحكي لك عن حاجه، لا خديها بصدر رحب. وارد البنت في مرحله المراهقه تحب زميلها، ماشي كيو كده، استوعبيها وقولي لها الامور ديت، ما تعملهاش حاجز، مش تقولي لها لا عيب ان انت تكلمي ولد وعيب كذا وعيب كذا وعيب كذا وتصعبي الدنيا حواليها. ممنوع مرغوب. هي ممكن تلجا لواحده صاحبتها، اوكي ماشي، تضللها وتبهدل لها الدنيا خالص وتخليها تسلك طريق غلط. لا، احنا مش أصحاب. عايزين كده، لازم نبقى صحاب. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الصداقه. الصداقه برضو مش ما بين الاب والام والابناء وبس، لا، ده ما بين الراجل ومراته، وما بين الزوجه وزوجها. ديت اهم انواع الصداقه. انا عايزه اقول لك ان بيبقى في خيانه كتير بسبب ان ما فيش صداقه ما بين الراجل ومراته، مفيش موده وما فيش موده وما فيش رحمه. لا، احنا عايزين الصداقه. والطلاقات زادت جدا بالظبط، نسبه الطلاقات زادت جدا 80%. نسبة الطلاقات زادت جدا ليه؟ لأن في رجاله كتير بيخطئوا. ده غير، استنوا يا جماعه، في طلاق 80% هو الطلاق الرسمي، وفي طلاق صامت. يعني ايه طلاق صامت؟ يعني الزوج والزوجه منعزلين، منعزلين وهم في بيت واحد، بس ده الطلاق صامت، وده معظم الشعب المصري عليه. طب انا، طب ليه؟ لان مفيش موده ورحمه. بالظبط كده. بالزوجه بتحس ان هي بتخاف وبتبقى في حاله رهبه لو تعرضت لاي موقف، بتخاف تحكي لجوزها. طب ليه؟ بالعكس، ده هو اقرب واحد ليها، المفروض هو اللي يحتويها، المفروض هو اللي يصاحبها. وكذلك الزوجه برضو، يعني احنا مش نلقي اللوم كله على الزوج، لا، الزوجه برضو لازم تاخد كل حاجه بموده مع جوزها. معانا تليفون من السودان، مش عايزه اعلقه بقى بتاع السودان ده. الو موسى، استاذ موسى. الو، ايوه استاذ موسى، خط فصل، معلش ما فهمنيش. ايوه كملي. فلا، برضو لازم الزوجة تستقبل زوجها بصدر رحب وتتكلم معاه وتحكي معاه والكلام ده كله. وهو بقى عشان بحس حتى ان هو يقدر يقول لها حاجات هو مش عاجبها، مش عاجباه فيها مثلا، ويقعدوا يتكلموا مع بعض وكده، وكل واحد يعرف
ايجابيات وسلبيات التاني، لكن موضوع الرهبه والحاجز وان انا مسيطر وانت لازم تعملي كده، لا 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 ما ينفعش، مفيش خروج الا باذني، مفيش، ما همثل بقى، ما ينفعش، لا 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 ما ينفعش، ما ينفعش، لازم يبقى في صداقه، لازم الاسره المصريه يبقى فيها صداقه بكل انواعها، حب وصداقه وموده، ماشي، بحيث ان الدنيا تمشي. الدنيا اساسا فيها ضغوطات حياه حوالينا كتير، لا احنا عايزين الدنيا تبقى حلوه قدامنا، مفيش رهبه، يعني على الاقل نبتدي من نفسنا احنا، مش لازم تبقى في رهبه وفي خوف من الطرف التاني. لا معنا احمد ياسر. الو الو الو، ايوه استاذ احمد اتفضل. كنت عايز اكلم حضرتك بس بخصوص المبادره، مبادره ضاع من المراه المعيله. مبادره المراه المعيله، اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل كل اتفضل يا استاذ احمد، اهلا وسهلا. بالنسبه للمبادره احنا اطلقناها في شهر اغسطس من العام الماضي، وهي طبعا ومعانا فريق متطوع من مختلف المحافظات من معلمين ومحامين واستشاريين نفسيين واطباء متطوعين. هو مبادره المراه المعيله، بعد اذنك يا استاذ احمد، مبادره المراه المعيله رجال اعمال لتوفير فرص. تسمعني، مبادره المراه المعيله إيه المقصود بها؟ ايه يعني المراه المعيله اللي هي المطلقه ولا الارمله؟ اللي هي الارامل والمطلقات. تمام، الارامل والمطلقات. كمل حضرتك اتفضل. ومعانا رجال اعمال لتوفير فرص عمل لابناء هذه الفئه. وكمان انضم لنا مؤخرا بعض المتطوعات لتعليم الامهات حرفه اللي هي الهاند ميد. تمام. اما بالنسبه لغرض المبادره والاهداف، هو طبعا تحسين مستوى المعيشه للمراه المعينه من الناحيه الصحيه والاجتماعيه والتعليميه. وايضا تغيير نظره المجتمع للمراه المطلقه ومساعدتها على الاندماج في المجتمع من جديد من خلال تقديم. هو اصلا ما فيش فرق بين المراه المطلقه والرجل المطلق، انا مش شايفه اي فرق الصراحه، يعني انا ده مطلقه وده مطلق، هم ليه بيبصوا للست؟ ما هي هي ايه؟ ما بكل تاكيد، بس هو ثقافات مجتمع عايزه تتغير مش اكتر ولا اقل. ما انا بقول لك هو تغيير، احنا بقول لك يعني احنا هدفنا نغير نظره المجتمع للمراه المطلقه. بالظبط كده يا فندم، تمام. ونساعدها للاندماج في المجتمع. هو انا طبعا مع المبادره معاك يا استاذ احمد، اتفضل. دعم ده من خلال تقديم كل سبل الدعم ليها ولابنائها. تمام يا استاذ احمد، احنا معاك في المبادره طبعا، وحاجه جميله جدا، ويا ريت تشرفنا في البرنامج في حلقه ان شاء الله، هنكون سعداء جدا. شكرا يا استاذ احمد. معانا بوسي اخت نور. الو ايوه السلام عليكم، ازيك يا بوسي؟ الحمد لله يا حبيبتي، ازيك يا استاذه دالي، عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. ازيك يا بوسي؟ الحمد لله. ازيك يا استاذه نور، عامله ايه حبيبتي؟ استاذه نور اوكي ماشي، ماشي يا استاذه نور، خلينا نضغط احمد عادي. يعني انا داخله المداخله دي علشان اقول لك ان انت يعني مش اختي الكبيره بس، انت صديقتي قبل ما انت تكوني اختي، وفعلا انت انا بتعلم منك ان الصداقة الحقيقية والحب، يعني انت بجد انسانة رقيقة جدا، ومش عشان اختي والله، لا والله انا عشان انت فعلا انسانة حبوبة وكل الناس بتحبك، وانا بتعلم منك كل حاجة، انا اختك الصغيرة وفعلا بتعلم منك كل حاجة، انت يعني قبل كمان ما تكوني صديقتي انت والدتي الكبيرة. حبيبتي ربنا يخليكي ليا يا بوسي، ربنا يخليكي ليا. المكالمة دي مأثرة فيا ازاي؟ المداخلة دي أثرت فيا جامد. ليكي حبيبتي يا رب، ربنا يخليكي ليا يا حبيبة قلبي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ونورة برضو من ضمن الناس اللي بتديني باور جامد جدا ودفعة فظيعة، يعني ده يا حبيبة قلبي يعني، يعني طاقة إيجابية الواحد يعني وقع في كذا مشكلة الصراحة، هي بتديني أنا بقول لك طاقة إيجابية وباور. نورة يعني نورة عندها ميزة جميلة قوي، يعني ساعات بحس إنها في مشاكل كتير قوي وتروح وهي قاعدة في مشكلة، وانا مثلا اكون متضايقه تروح مدياني باور ومدياني طاقه ايجابيه وهي اصلا في مشكله، يعني شوفي قد ايه القوه بتاعتها فعلاً. فدي يعني حاجه جميله جدا تعجبني، بتفصل كل حاجه عن بتفصل. حاجه يعني هي بجد في الحته دي بتفصل وبتديكي باور وطاقه ايجابيه فظيعه، حتى ان انت حتى لو انت كنت حزينه بتطلعك من المود اللي انت فيه فعلا صراحة. فعلا يعني هي يعني اجتماعيه ويعني بالمعنى الاصح زي ما بيقول لك ايه، لا يعني فرفوشه بالمعنى الاصح. جميله حبيبتي، ربنا يخليكي
لبعض. المكالمة دي جدا متشكرة يا بوسي حبيبتي، ربنا يخليكم لبعض. فرحتيني حبيبتي، تسلمي يا دودو. نكمل مع الصداقة. الصداقة. فبقولك لازم الصداقة تبقى في وسط الأسرة المصرية نفسها. أنا عايزة أتكلم على حاجة تانية مهمة جدا، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتلعب معانا سلاح ذو حدين من ناحية الصداقة. اوقات السوشيال ميديا بتبقى عامل اساسي ورئيسي في ان هي بتهمش الصداقه ديت. يعني احنا بنكتفي مثلا بالشات على الماسنجر، احنا ده الزوج والزوجه بيبقوا في اوضه ويناسوا بعض على الواتس، بتدمر علاقات كتير للأسف. ان السوشيال ميديا ديت في ناس كتير بتستخدمها غلط، بتستخدمها في ان هي تكتفي تبعت رساله لصاحبها او صاحبتها كده تمام خلاص. اوقات بيبقوا اتنين في نفس الاوضه ويبعتوا رسائل لبعض مكسلين يكلموا بعض. دي مشكله في حد ذاتها، وقفت الصداقه على انها ايه، رسائل ومكالمات وخلاص على كده. لا، الصداقه ان انتوا تتقابلوا، تقعدوا مع بعض، تتكلموا، تاخدوا وقت مزيد من الوقت عشان تقعدوا تحكوا مع بعض مشاكلكم، تتكلموا انتوا مبسوطين في ايه، فرحانين في ايه، زعلانين من ايه. ديت المقابله فيس تو فيس ديت بتريح كتير في روح الحب. بالظبط كده، احضان الحب. روح بس مفيش احضان ولا بوس في كورونا. أيوة بعد اذنكم، كفايه اللي حصل. ربنا يبعدها عننا يا يا رب، ويطمنا يا رب على نوره كمان. يعني يا رب يا رب يطمنا عليها يا رب. اهم حاجه انا بنصح اي انسان عنده فيروس كورونا او عنده اي مرض يرمي من دماغه، يترك خالص، ما يفكرش في المرض خالص، ما يخافش منه، هو قوي. وتعرف كده يعني، انا في ناس كتير كان عندهم كورونا كتير وتعالجوا بسبب الموضوع ده، هم تركوها يعني عادي. ايه يعني في ايه، ما فيش حاجه، ولا عادي جدا، وعاشوا حياتهم عادي وراح. ما ده متخصص برضو موضوع الطاقة عندك، يعني لازم اللي يكون عنده مرض يعني يبقى عنده طاقة إيجابية، إن هو واثق إن ربنا بإذن الله هيزيح عنه الابتلاء ده. بالظبط، فالمناعة بتزيد. المناعة بتزيد والمناعة بتقوى، لكن الناس اللي بتدمر نفسها وبتحط نفسها تقول لأ ده أنا تعبانة، ده أنا فيا وفيا وفيا وكده، الخوف والرهب ده بيقتل اساسا، بيقتل وبيموت في بعض الاحيان. فلا، لازم يبقى عندنا طاقه ايجابيه، ان احنا نشوف كل حاجه بمنظورها الحلو مش بمنظورها الوحش. لازم تتوقعي الخير دايما عشان الخير يجيلك، لكن طول ما انت مثلا حاطه قدامك الطاقه السلبيه والقلق والتوتر والخوف، عمر ما حياتك هتمشي. لازم يبقى عندك من جواكي دافع ان انت تمشي لقدام، وحطي قدامك الناس اللي بتحبك. يعني انا مثلا لما كنت باعيه ولا بتعب ولا كده، دايما بحط قدامي ولادي واهلي، اقعد اقول لا انا مش هتعب قدامهم، انا قويه، مش هنكسر قدامهم، انا قويه، انا لازم اعدي المرحله اللي انا فيها ديت. ومش عايزه اقول لك يعني ان ما فيش حد في الدنيا ما عداش بمراحل صعبه في حياته. كلنا عندنا مراحل صعبه في حياتنا، وكلنا عدينا بمراحل مؤلمه، وكتير اتوجعنا، وكتير ناس كتير بنحبها فرقتنا. لا، احنا لازم ما نوقفش عند الكلام ده، لا لازم نبص لقدام، عشان في كتير برضو بيحبونا، وفي كتير عايزين يشوفونا كويسين، وفي كتير برضو بيستمدوا الطاقه الايجابيه مننا. فلازم احنا نكون قدامهم واقفين وراسقين. نرجع بقى لكلامنا بتاع الصداقه، الام والاب والاولاد والابناء. طيب هقول لك حاجه. ابني مثلا، انا ابني شرب سجاير قدامي، اعامله ازاي؟ مش هتعامليه برضو باسلوب النهي والامر والكلام ده كله؟ لان ابنك في مرحله المراهقه، ولازم هيتطلع لكل حاجه. انت لو قلتي له غلط هيجي من وراكي ويلف ويشرب من ورايا. وممكن يتطرق لانواع تانية بقى، يعني مخدرات بقى وبانجو والكلام ده كله. وانت عارفه المجتمع اللي حوالينا واسع جدا، وفي شخصيات كتير، وفي شخصيات سيئه كتير، فممكن تجره بقى لطريق المخدرات. انت ممكن بهدوء كده، او والده بهدوء، يشرح له، يقول له سلبيات وايجابيات كل موضوع. اوكي ماشي وكده. وانا عايزه اقول لك برده حاجه، هو لو شاف بابا بيدخن هيدخن برضو. رب البيت او رب قائد الأسرة، قائد الأسرة، اوكي ماشي وكده، ليه هو الاساس في كل حاجة، فاهماني؟ يعني لازم يبقى قدوة. القدوة بتاعتك لازم نبقى قدوة، ونبقى جديرين بكلمة قدوة ديت. يعني مش نبقى مثلا نقوله ما تعملش واحنا بنعمل الغلط ده، لا، عالج نفسي الاول بعد كده اقول لابني. عالج نفسك الاول، اظهر بصوره كامله، صوره محترمه تحب تتمنى ان ابنك يكون فيها اساسا، مش عشان ابنك يستمد منك الخصال الكويسه والاخلاق الكويسه ويبقى زيك ويسير على نهجك. لكن انت بتشرب سجاير اوريدي، ابنك هيحاول يجرب، هتقول له لا طب ما انت بتجرب اهو، انا ما اجربش ليه؟ فاهماني؟ هي دايره مقفوله، ماشي، احنا بنلف فيها.
بس ساعات الاب ما بيشربش سجاير وتلاقي الابن بيشرب. ممكن اه من رفقاء عموما يعني. الصداقه هتحل الموضوع ده. الصداقه بصي ما بين الاب والابن وما بين الام وبنتها هتحل مشاكل كتير جدا. والوقت بتاعنا بتهيألي فينش كده. فطبعا عايزين نتكلم كتير وكده. بس انا بشكرك جدا يا نوره والله. حبيبتي انا سعيده والله بوجودك الحلقه دي. بس سعيده بوجودي معاكي جدا يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا نوره حبيبتي. وانا بشكركم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر.